نخرج من الفيضان لندخل في أسراب الجراد. ماذا يحدث لنا؟ ماذا يحدث لنا؟ لقد فعلها موسى مرة أخرى، ولكنني لن أستسلم له. ماذا يريد موسى منا؟ ألا يتوقف عن أعمال السحر هذه؟ لقد أرسل علينا أسراب الجراد بعد أن نقضنا معه العهد. لا عهد لموسى معنا. أريد منكم أن تحاربوا الجراد في كل مكان وتنتهوا منه في أسرع وقت. نبقى هكذا. إن بقي الجراد عدة أيام أخرى فسنفقد محصول العام بأكمله، وسوف يجوع قومك. اترك العبيد لموسى ونفذ ما وعدته به. يا لك من شقي يا فتى. ولكن كيف سيصدقك موسى بعد أن نقضت عهدك معه؟ اتركوه لي وسوف أجعله يدعو ربه. ها هو موسى. يا موسى يا موسى. أتوسل إليك يا موسى
أن تنقذنا من هذا العذاب. لا نستطيع التحمل أكثر من هذا، ليس لنا طاقة بهذا العذاب. ادع لنا ربك أن يخرجنا من هذا العذاب، وإن أخرجنا هذه المرة أعلم أننا نقضنا عهدنا معك قبل ذلك، ولكني أقسم لك بإلهك إننا سنوفي بعهدنا هذه المرة. موسى، إن لك قلب رحيم، ولن يرضيك أن يموت أولادي جوعا. وصدقه موسى، لعل الرجل يقول الصدق هذه المرة ويرسل معه بني إسرائيل. ورفع يديه عاليا إلى السماء ودعا ربه أن يزيح عنهم العذاب، واستجاب الله له وأزاح الجراد. إن الجراد قد ذهب بعد أن دعا موسى ربه، إنه لرجل غريب. إن سحره يجعله يسخر الطبيعة تسخيرا كاملا. يجب أن نحتاط كي نكون مستعدين إذا فعل شيئا آخر. وهل لديه حيل أخرى؟ نحن لا نعلم مدى قوة سحره. لقد جعلنا نقتل خيرة سخرتنا بعد أن وقعوا في سحره، ولو كانوا معنا الآن لرحمونا من سحره. إنه يعرف تماما ما يفعله، إنه شديد المكر والدهاء، ولكنني وراءه حتى تكون الغلبة لي. موسى، هارون، أهلا بكما في بيتي. وطلب موسى من الرجل تنفيذ ما وعد به. ولما العجلة يا موسى؟ انتظر قليلا حتى نرى الحب في الأرض وتطرح الثمار. أتريد أن تتركنا بدون طعام وتأخذ العبيد وترحل؟ هل يرضيك هذا يا نبي الله؟ وانتظر موسى وأخبر العبيد بما حدث.